إذا رأيت المبتدعة فاهرب منهم ولا تلقي لهم سمعك لئلا يجروك إلى زبالات أفكارهم وخرافاتهم، وبعضها ربما يكون فيها شيئا من المغريات كاللحن والغناء ونحو ذلك، فيجر المستمع إلى أن يشاركهم في هذه الطقوس الشيطانية. احذروا من أهل البدع. محمد بن سيرين رحمه الله، أبو بكر تابعي المعروف، جاءه اثنان قالوا يا أبا بكر نريد أن نقرأ، وهو يعلم أنهما مبتدعان، قالوا يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال ولا آية، قالوا فحديثا عن رسول الله، قال ولا حديث، إما أن تقوم وإما أن أقوم أنا. قال له أحد الحاضرين أيها الشيخ هل استمعت إليهما لعلهما يعني يستفيدان؟ قال أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. هذا مثل الفتن، بعض الناس يقول أنا ما علمنا، ما يمكن أن تنطلي علي الفتن. ورد أن الشخص يذهب وهو يريد يكفر بالدجال ويظن أنه لن يغلبه، وفي النهاية يغلبه الدجال ويعترف بأنه ماذا؟ ربه، والعياذ بالله. ابتعد عن الفتن من الأصل، ابتعد عنها ولا تلجها، لا تدخل فيها، تجنب الفتن وأهلها وابتعد عنهم. الإمام البخاري عقد لهذا بابا بعنوان الفتن التي تموج كموج البحر، وصدر له بأبيات لامرئ القيس، والاستشهاد بالشعر حتى ولو كان من الشعر الجاهلي لا بأس به إذا كان مؤيدا لما تريد أن تقوله. إذن لا تجلس مع المبتدعة. أقول الإمام البخاري استشهد بأبيات امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اضطربت، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ثم ذكر الأحاديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يعني كان يستشهد بقول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فإذا الشاهد من هذا أن يبتعد المسلم عن المبتدع، لا يقول والله أنا واثق من نفسي وما يستطيعون يؤثرون علي. رجل يقال له عبد الله القصيمي، ما يدل على أن الشر خطير. الشيخ هذا له مؤلفات قرأت بعضها، منها الرد على ظلمات دجوي، ومنها الصراع بين الإسلام والوثنية، ومنها هذا الذي يقرر عقيدة السلف ويرد على المنحرفين ما بين عشية وضحاها انقلب إلى منكر للدين كله ومتنكر للدين كله. ولذلك لا تنسوا إخوتي وأحبتي دائما ولا سيما في السجود أن ترددوا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبق ذلك. نعم. الحديث الذي تذكرونه وحفظكم ربي دائما: إنما السعيد من جنب الفتن. حديث نعم قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. لو كانت المغريات تنفع لقبل النبي صلى الله عليه وسلم عرض قريش عندما عرضوا عليه كثيرا من المغريات، قالوا يعني لما لم يقبل، يقول أدخل معهم ثم بعد ذلك أقصرهم على الحق، حتى عرضوا عليه الحكم، ليش ما قال أنا أقبل الحكم؟
وأجبرهم بعد ذلك على الدين، لا، لأنه يريد أن يقبلوا الدين عن اقتناع وعن فهم وعن وعي، وليس على قاعدة الدجالين الأفاكين نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قل لك ادخل مع الجماعات، خليك معهم بس، فيهم الكلب والحمار والجحش إلى آخره، يعني المهم أنك تكون معهم تكثر سوادهم. فإذن علينا أن نبتعد عن أهل البدع، وأن لا نستصغرها، وأن لا نتهاون بها، فإنه ربما استسهلها زيد من الناس فلم يشعر إلا وقد دخلها ودخل في عراكها واقتنع بها والعياذ بالله.